بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون. فصل اللهم عليه صلاة في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، آمين آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وإخوتي من النار بعفوك وكرمك ورحمتك وفضلك ومنتك. اللهم اجعل ساعة استجابة، اللهم اجعل ساعة استجابة، فإنه لا صبر لنا ولا طاقة لنا على نار جهنم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إخوتي الكرام، أصدقكم القول أن هذا الدرس لهذا اليوم المبارك، وأسأل الله بداية أن يجعل فيه نوره الذي لا يخفى، وأن يرزقنا العمل به، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله إخوتي الكرام، أقول لكم واحد الأمر من القلب ديالي، وددت أن الجميع لو أنه يحضر هذا الدرس هذا. علاش؟ لأن إخوة الكرام، حينما نقول الخشوع في الصلاة هو واحد الدرس اللي هو مهم جدا، لا كونسونتراسيون الصلاة. هذا الدرس إخوة الكرام هو اللي كيعطيك الحلاوة ديال الإيمان اللي افتقدناها مع الأسف. هذا الدرس هذا هو اللي كيشوقك في الصلاة. فاش كتسالي الصلاة كتقول يا ربي فوقاش جي الصلاة الأخرى ونوقف بين يديك. ولهذا يا إخوة الكرام، أعيروني قلوبكم وأسماعكم، الله يجزيكم بخير. وأنا راني مرة نبقى إن شاء الله نسولكم باش نشوفكم واش شادين معايا ولا لا، متفقين إن شاء الله، مستعدين. بغيتكم واحد الاستعداد، بغيت نهيئكم دابا نفسيا هذا الدرس هذا. لأن إخوة الكرام، هذا الدرس هذا إن شاء الله إلا طبقناه الحياة ديالنا دي تتحول. كيف وهو معراجك الروحي اليومي الليلي؟ واش تعرف يا إخوة الكرام بأن الله سبحانه وتعالى الهدية اللي عطاها للأمة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كرموا الله سبحانه وتعالى بالإسراء والمعراج، أليس كذلك؟ وحتى الأمة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرمها الله بالمعراج. شنو هو المعراج اللي كرم الله سبحانه وتعالى به الأمة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو هذه الصلاة. تصوروا يا إخوة الكرام، جميع الفرائض، جميع الشرائع، جميع الأركان كلها تفرضت في الأرض، من صيام، من زكاة، من حج، شهادة، إلا الصلاة لعلو شأنها ولأهميتها ولمكانتها عند الله. فين؟ فين فرضها؟ فرضها في السماء. فين؟ عند سدرة المنتهى. هذا المكان لم يطأه لا ملك ولا نبي ولا رسول من قبل إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى جبريل. جبريل الذي كان صديق الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، كان يرافقه كالظل، وراه الآيات الكبرى من جنة ومن نار، ومع ذلك فاش وصلوا لهذه السدرة ديال المنتهى لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلوا على الحبيب. فتملكه العجب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخي جبريل، ما شأنك؟ تقدم. فقال: يا أخي محمد، صلوا على الحبيب. قال له: هذا مكان لا يليق إلا بك. قال له: هذا مكان إيه؟ حتى يسلمك لي عجز بطل. وهنا في هذا المكان فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس. ولهذا إخوة الكرام، الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. الجسد إذا ما كانتش فيه الروح، شو بدي يقول؟ أكرمكم الله جيفة، أليس كذلك؟ وهكذا الصلاة، الصلاة الخشوع هو كل شيء. لا كونسونتراسيون. غادي نحاولوا إن شاء الله الرحمن الرحيم نقبضوا المفاتيح. تبعوا معي الله يجزيكم بخير. On va attaquer maintenant les clés pour la concentration pour Salah. شنو هي المفاتيح اللي كتأهلك باش تكون خاشع وقلبك معلق بالله، خاضع لملكوته، مستعدين؟ ما سمعت والو. الله تعالى يفتح عليكم فتح العارفين بالله. قولوا امين. الله يفتح علينا ويجعلنا من المتبصرين. شوفوا يا اخوان الكرام، حنا ضعاف ولكن ندعيو الله، قولوا يا ربي ارحم الضعف ديالنا. يا ربي هادشي الذي نسمعوه يا ربي وفقنا اننا نطبقوه. قولوا امين. الله ينوركم بنوره. الجواب على هذا الامر، هذا سئل حاتم الاصم فقيل له: كيف تخشع في صلاتك؟ هذا حاتم الاصم كان من الاتقياء، كان وارعا زاهدا، كان اذا دخل الى صلاته ما كيبقاش عارف شنو ما حواليه، ما كيعرفش الدنيا وما فيها. Tellement concentré, concentré envers le bon Dieu, il ne sait rien autour de lui. Une concentration totale. وأرتل ترتيلا بتحقيق، وأركع ركوعا بخضوع، وأسجد سجودا بتذلل، وذنوبي محيطة بي، ثم أضع الجنة عن يميني، وأضع النار عن يساري، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت من ورائي، والصراط تحت قدمي، ثم أتبعها الإخلاص ما استطعت ولا أدري أيقبلها الله مني أم يقول اضربوا بها وجه من صلى الله. صلوا على الحبيب. شنو قلنا في الأول؟ واللي جاوبني إن شاء الله الرحمن الرحيم ندي معاه واحد الدعوة زينة إن شاء الله. الله تعالى شوف يجعل ساعة استجابة. اللهم تعالى يفتح على هذا المؤمن، والله يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. قولوا امين. راه قريب هذا الشيء، راه شوف راه بحال اللي حليتي عينك وسديتيها. والله يا اخوان الكرام، هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. والو، عيش ما شئت فانك ميت، واكسب ما شئت فانك مفارق. اول حاجه الاصباغ ديال الموضوع. والله يا اخوان الكرام، اصدقكم القول لو انني نبقى هذا اليوم وهذه الليله المباركه غير في الوضوء، والله لن استوفي حقه. ولكن غادي نحاول ان شاء الله نلخص الوضوء. اولا به تعرف امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الفضل ديال الوضوء. غدا يوم القيامه، واش شفنا احنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل رانا؟ لم يرانا، ولكن تشوق لرؤيتنا واحب لقاءنا. اللحظات الأخيرة ديال العمر ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة بأن يزور البقيع. تبعوا معي الله يجزيكم بخير. مشى زار البقيع وترحم عليهم، هو راجع فبدأ يبكي بكاء شديدا حتى خاف الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: صلوا على الحبيب. والله هذا الكلام اللي جاي
يستحيل انك تبخل على الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل. قال لهم وددت لو ارى اخواني، قالوا راني شوقت نشوف الاخوان ديالي، احببت لقاء اخواني. الصحابه فرحوا صحابتهم هما المعنيين، قالوا احنا اخوانك. قال لهم لا، انتم اصحابي، اخواني هم الذين يؤتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. صلوا على الحبيب. احنا هما الاخوان ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشواط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش يشوفنا. واحد الصحابي كان بواحد الذكاء خارق، قال له يا رسول الله انت دي تموت وما دي تعرفش الاخوان ديالك، ما دي تشوف الاخوان ديالك، كي دير تعرف عليهم غدا يوم القيامه؟ ماذا اجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارايتم لو كان لاحدكم صيره. قال تصور شي واحد كان عنده واحد الاسطبل ديال الخيول، عودان كلهم كحل، ولكن بعض هاد العودان كاين شي وحدين اللي فيهم بيض في وجههم وبيض في يديهم وبيض في رجليهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هاد العودان اللي بويض واش هادي يتميزوا على دوك العودان الكحل ولا ما يتميزوش؟ واش يتعرفوا ولا ما يتعرفوش؟ قال لهم بلى يا رسول الله. قال كذلك امتي سياتون غدا غر محجلين من اثار الوضوء وساعرفهم وسيردون حوضي وسيشربون من كفي شربه هنيه لا يظمؤون بعدها ابدا. صلوا على النبي. يا ربي لا اصحابنا من هذا، من هذا الشرور. شوفوا قيمه الوضوء، الوضوء السلاح ديالك، شي لابد تكون مسلح من الشيطان ما يقربكش. توضا حافظ عليه. لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اللهم تعالى اجعلنا من المؤمنين. ولكن شوفوا التتمة ديال الحديث يا اخوة الكرام، والله لا تأخذني القشعريرة حينما أذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم كيوصف واحد الوصف، قال لك فاش كي يجيو المؤمنين اللي عليهم هذوك الأمارات وكيعطيهم يشربوا، الملائكة كتمنح بعض من القوم ديال الأمة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم الآثار ديال الوضوء، ولكن كتمنعهم من الحوض. ألا لا يدادن أي يمنع، ألا لا يدادن قوم من أمتي عن حوضي فأقول للملائكة أمتي أمتي، هذا هم الأمة ديالي، علاش ما كتخليهمش يجيو يشربوا من الحوض ديالي؟ فماذا تجيب الملائكة؟ يا محمد صلوا على الحبيب، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. ما شفتيش البدع اللي داروا؟ أنا فيك تجد الخطورة ديال البدع. شنو هي البدع؟ بدعة هي شي حاجة في الدين جديدة جبتيها وتتهم رسول الله. اسمع اسمع هذه القضيه ديال خطيره، تتهم رسول الله بانه ما وراهاش للامه، ما بينهاش. والله سبحانه وتعالى شنو قال في محكم التنزيل؟ اليوم زيد اكملت لكم دينكم، زيد واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كملنا الله الدين كامل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولانا كل شيء، اكرمكم الله حتى في الخلاء، اللي دخلنا للميدان اللي طواليت قالنا ما نستقبلوش القبله، ما كاينش حاجه اكثر من هذا الشيء، ما كاينش حاجه ما وريهالناش. وانت كتجيب هذه البدعه وكتقول له لا لا هذه راه كاينه في الدين، فتتهم النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير في تبليغ الرساله، وهذا هو اخطر شيء انك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم به. صلوا على الحبيب. ألا ليذاذن قوم عن حوضي فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل من بعدي. صلى الله السلامة والعافية. هادشي الوضوء وصبغ ديال الوضوء، ندير واحد النقطة مهمة وهنا كتعاني منها هنا بزاف، حتى حنا بعض الخطرات في المغرب، هو بعض الخطرات مثلا ما كيكونوش لي كونديسيون فافورابل للوضوء، مثلا اما مثلا كيكون الضو ما كاينش ما كتقدرش تسخن الضو، مثلا الماء في الفجر كيكون البرد. هنا كاين واحد المساله، اصباغ الوضوء على ما معنى المكاره؟ هي هذه اللي قلت لكم، اصباغ الوضوء على المكاره. كتكون واحد المساله عاوتاني اخرى، كتكون في اجتماع وكتخرج انت من ذاك الاجتماع باش تخرج تصلي، وكتقول يا دابا انا عاد خصني نحيد القميجه والكرافطه ديال تفزق وانا عندي الكومبلي. هذا اصباغ الوضوء على المكاره. والنبي صلى الله عليه وسلم بالشرك قال الا ادلكم، هذا الحديث حفظوه الله يجزيكم بخير،
والله تشد له الرحال. كيقول فيه سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما كيشد به فريد الأنصاري رحمة الله عليه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هنيئا لكم هذا الجلوس. والله يا أخوة الكرام، إلى هذه الساعة يريد تشهد علينا أمام الله. هذه جلسة، هذه جلسة اللي دابا جالسين، يريد تشهد علينا أمام الله. وما تصوروش الجزاء ديالها عند الله سبحانه وتعالى هذا الجلوس. وأكثر من هذا فعلت في الرباط. ما معنى الرباط؟ الرباط هو مثلا فاش كيكون مثلا العدو محتق من كل حدب وصوب على واحد المدينه، وكتكون انت في واحد البرج عالي يقرب لك العدو، يقدر يوصل لك ما يوصلكش. وهذاك هو الرباط. وضوءك رباط، خطواتك الى المسجد رباط، جلوسك وانتظارك الصلاه الى الصلاه رباط. طيب نحاول ان شاء الله بعجاله نحيد نمشي من الوضوء ونمشي للامر الثاني. شكون اللي بغى شي دعوه زينه؟ شنو قلت في المراه الثانيه؟ انت ولدي؟ لا ماشي الركوع. الجنه تعالى. لا زربتي مشوق للجنه، الله تعالى جنة من اهلها. قولوا امين. امين. قولوا امين يا اخوان الكرام. لعل تكون ساعه الاستجابه. يا ربي لا تحرمنا بالفردوس الاعلى. يلا اشتي. لا انا انتم صايمين خصكم شي زليفه الحرير. ما تقولوش جاونا كويس داتاي. ماشي مكه امامي. لا 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 يحرمنا من مكه الحاج، لا يحرم شي مسلم من مكه. قولوا امين. شو على رزق جاب لكم الله، ربما تكون ساعه ديال الاستجابه وربي يستجب. قولوا امين. يا ربي لا تحرم شي مسلم مسلمه من الذهاب الى بيتك الحرام ومن صلاه في الروضه الشريفه. غادي نشوفكم واش كونسونتري ولا راكم تكونسونتراو. فهمتي؟ اسمح لينا فهدي دائما ان شاء الله. صافي نسمح لكم فهدي وادعيوا معايا انتم يا رب. اللهم امين. الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتح العارفين بالله. وانا كنقول واحد الشهاده ما نخليهاش في قلبي، والله الذي لا اله الا هو اني احبكم في الله، والله اني احبكم في الله، وسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعني معكم بهذه المحبه. قولوا امين. والله هذا هو راس المال الحقيقي ديالنا. راه شوف الدنيا كلها كتسالى، ولكن شنو اللي كتبقى؟ كتبقى هذيك المحبه اللي جمعاتك في بيت الله. كتقول يا هذه المحبه عندها هذا الفضل هذا كله. وانا كنت كنشارك معاه غير الصلاه، كنت كنشارك معاه غير الدروس، كنت كنشارك معاه غير الافطار. يا وانا انت ما بالك شيء بانك راه تدخل الجنه مع هذاك اللي كتقاسم معاهم العبادات، هذاك اللي حجيتي معاه هو الذي تدخل معاه. غادي ندخلوا لفيف يا اخوان الكرام للجنه. ما معنى لفيف؟ اي جماعات وشي شد كل واحد شد مدرع خوه داخلين الجنه. ايوا هاد المساله هادي ندخلوا لها بالقلوب ديالنا مغيره على بعضياتنا. ما خصهاش تكون خصها تكون المحبه، اليس كذلك؟ ولذلك يا اخوان الكرام نحاول نتخلقوا بهذا الخلق ديال المحبه. والله يا اخوان الكرام بيت الله انا نكون مشوق فوق عشان نجي نشوف خوتي اللي كنحبهم في الله، ماشي نجي ندابز معاهم. واه ولات حلبه صراع. لا انا بيت الله تبقى لنا نلبسوا الليكات ونبقاو ندابزوا ولا عيب؟ عيب بيت الله، عيب حتى الناس هادو اللي حنايا دابا في البلاد ديالهم يسمعوا لينا باننا كندابزوا بيت الله، لان كنعطي واحد الانطباع سيء. حنا راه رسول، اون دون فريمون اون موفيز ريبوتاسيون سور الاسلام. كروي موا جو بار سانسيرمون، كيفاش هاد النصارى هادو كيجيو كدابز دير بيت الله وعاد تعترف بالاسلام يقول لك هذا بنا هذا ندير بهذا الدين هذا؟ اقسم لكم بالله غادي نعاود لكم واحد الامر وقع في موريا اثناء واحد المهمه، وراوني واحد الباكستاني. الباكستاني شنو كيدير؟ طبيب. طبيب فاش كيصلي الصلاه ديال الفجر كيكونوا دي طومبيت دو نيج فريمون داكشي، كيقبط هو لابيل ديالو كيبقى يحيد الثلج على الجيران ديالو. كانوا ناس كبار عجزه حداه دي فيو. الدار الاولى الدار الثانيه، والناس هذوك اللي كيبيكوا كيشوفوا داك الشيء كيقولوا شكون؟ كيقولوا هذاك فلان راه طبيب، كيفاش طبيب معانا وكيحيد لنا الثلج؟ بداو كيسولوا كيقولوا شنو لا ريليجيون ديالو؟ شنو الدين هذا عنده؟ قالوا راه مسلم. والله ما هضروا معاه، مشاو لجوجل مشاو كيقلبوا على الاسلام وشهدوا الله الى اعتنقوا الاسلام جميعا باش بالسلوك ديالو. هضر معاهم شي كلمه والله ما قال لهم ولا ونص كلمه.
حنا راه كندعيو الاسلام بالسلوك ديالنا يا اخوان الكرام، بالمعامله ديالنا. الله يجازيكم بخير. اذا الامر الثاني كاين الاول اسباغ الوضوء وارفع تكبيرا بتحقيق. ما معنى الرفع؟ تكبير بتحقيق. هذا المؤذن حينما يعلن عن الاذان، شنو الاذان في الاصطلاح؟ الاذان في الاصطلاح هو اعلان عن دخول وقت الصلاه، وقت ديال الصلاه. معنى هذاك الوقت ما بقاش ملكك، ملكه لمن؟ لله. ما بقيتي كتسال فيه والو، مجرد ما يرفع الاذان ما بقاش عندك حق، هذاك الوقت ديال الله سبحانه وتعالى. نعطيكم الدليل، الدليل من الكتاب. اسمعوني مزيان، الله يجازيكم بخير. علاش؟ لان هذه اخوان الكرام راه حجه علينا. ما عندكش شي عذر نهائيا انك توخر الصلاه نهائيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرب، كان في غزوه، جا وقت ديال الصلاه، العدو محدق من كل حدب وصوب، داير بهم العدو معركه، والوقت ديال الصلاه جا، والصحابه بداو كيشوفوا في الوجه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، شنو غادي يدير؟ كيدير اللي يتصرف، صلوا على الحبيب. Vraiment une situation très 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 embarrassante. L'heure de la prière et le prophète est en train de faire une guerre. Où est le wahy? Le faradiyya dit la salat al-khawf. Qu'est-ce que c'est la salat al-khawf? C'est la salat qui est la salat du sallallahu alayhi wa sallam dans la harb. Tu dis comment les adou sont en train de se faire? Comment أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن ينشطروا شطرين، قسمين، شطر كيدخل مع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كيحط الأسلحة ديالو. تبعوا معايا، عيشوا معايا هذه الصورة، هذه بالقلوب ديالكم. تصوروا الجيش الإسلامي كينقسم إلى قسمين، نص كيحط الأسلحة ديالو وكيدخل مع الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيصلي ركعة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم كيبقى واقف، هو كيجيب الركعة الثانية وكيسلم وكيخرج وكيهز الاسلحه ديالو، وكتجي الطائفه الثانيه اللي مازال ما صلاتش وكتدخل وكتحط الاسلحه ديالها وكتدور بها الطائفه الاولى، كتدور بها باش بيبغتوش العدو من الاول. هذاك النبي صلى الله عليه وسلم كيبقى واقف حتى كتدخل الطائفه الثانيه وكيصلي بهم ركعه واحده وكيسلم، وهما ما كيسلموش، بحال شي واحد اللي كيدخل مثلا مسبوق للصلاه ما كيسلموش، وكيجيبوا الركعه اللي فاتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيسلموا، كيهزوا الاسلحه ديالهم وكينضموا للاخوان ديالهم. أناشدكم بالله وجاوبوني بصدق، هاد الصورة هذه اللي نقلت لكم فين؟ بسرعة جاوبوني. الحرب، القلوب لدى الحناجر، والعدو محدق من كل حدب وصوب، ومع ذلك لم يرخص الله لا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة، وقالوا انتم شافكم الله عذركم بالله تستنيوا الحرب عاد، بحال اللي كنديروا حنايا ديال الله كنردوه بحال لاستيك. إوا دين الله واسع، سبحان الله سبحان الله، شمن واسع؟ شكون اللي وسعوا؟ من؟ دين الله سبحانه وتعالى فرائض تؤدى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين زيد كتاب موقوت، وقت. تصوروا يا إخوة الكرام، القلوب لدى الحناجر والعدو محدق من كل حدب وصوب، وانت يا بطانيه ديال كيلو ونص ما تقدرش تهز عليك في صلاه الفجر، والمؤذن كيقول الصلاه خير من نوم، وصلاه الفجر من صلاها فهو في ذمه الله. تعرف شنو الذمه ديال الله؟ في ستر الله، في كنف الله، في حفظ الله، يعني كتكون ديال الله، كتكون وليد الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل ذكر أكثر من 20 صورة لصلاة الخوف. واحدة هي اللي قلت لكم فيها ينشطر الجيش الإسلامي إلى قسمين. أكبر تكبيرا بالتحقيق. حينما أقول بأن ذاك الوقت ما بقاش ملكك، ملكه لمن؟ لله. فرضوا مثال، أعطيهم مثال يعني دنيوي باش نقربوا الصورة، باش نعرفوا. دو كوا يساجي. كنتي في التجارة ديالك
وأدل المؤدين وما كيدخلوا غير واحد جوج ولا ثلاثه كتقول يا ايوا ديال الله وثب لا تنسى بهذه الكليات ماشي مشكل تمشي وعاد نصلي سبحان الله شكون هو الرزاق قولوا لي بقلوبكم الله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين يا ابن ادم لا تخشى من ضيق الرزق ما دامت خزائني ملآنة وخزائني لا تنفد ابدا يا ابن ادم لا تخشى من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لن يزول ابدا يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب فان انت رضيت بما قسمته لك ارحت بدنك وقلبك وكنت عندي محمودا وان لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه ولا يكون لك منها الا ما قسمته لك وكنت عندي مذمومه والله الطير تنزل داك الشيء اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى هو اللي توصلو انتهى هالكلام صافي ربي سبحانه وتعالى كتب لك الرزق ديالك ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها انتهى الكلام يا ابن ادم خلقت السماوات السبع والاراضين ولن اعي بخلقهن ايعيني رغيف عيش اسوقه اليك انت توحي لرب العالمين في الرزق وربي راه قيوم السماوات والارض يدبر امر ملكته هير تعبد الله سبحانه وتعالى ترى شي فاش كتكون في الصلاه وربي سبحانه وتعالى يدير امورك من ورائك ربي راه كيدبر لك الامور ديالك حتى داكشي اللي ما تقدرش انت ديرو ربي سبحانه وتعالى كيفكوه ليك هير انت يا عبد الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هي تكون عندك النيه صادقه يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كل محبه هذا ارفع التكبير ها تحقيق شنو قلنا في الاول اصبغ الوضوء ثاني ثالثة شنو قلنا في الثالثة دعوا مع هذا الله تعالى ينور بنوره الذي لا يخبو الله يسخر له في وليداته والله تعالى يجعله من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولوا آمين شي لو قلتوا آمين راه تنتوما راه كتوصلكم داك الدعوة لأن يا إخوان الكرام راه واحد المسألة خصنا نتربوا عليها الله يجزيكم بخير الدعاء في ظهر الغيب دعي لخوتك المؤمنين شي واحد كتحبوا دعي معاه ديالو مع وليداتو راه ربي سبحانه وتعالى كيوضع واحد الملك شنو كيقول داك الملك امين ولك بمثل ما دعا داكشي اللي دعيتي مع داك المؤمن ربي راه يستجب لك انت في صحيحتك في وليداتك وفي كلشي قولوا امين اقرا القران بترتيل الله هذه في حق خصها درس هذه درس مستقل ولكن غادي نحاول ان شاء الله باذن الله انت يا اخي فاش كتدخل كتقول الحمد لله رب العالمين ايه هذه الايه هذه اصدقك انك ما تخرجش منها الا تاملتيها وتخشعتي فيها هذيك الحمد لله رب العالمين ما تخرجش منين غادي تبدا النعم ديال سيدي ربي منين وان تعدوا نعمه الله نبداو غير بالنعم اللي مشتركين بها كاين النعمه ديال الخلق والنعمه ديال الرزق النعمة ديال الهداية هادو نعم كنشتركوا بهم جوج مع الكفار ومع المشركين وحدة ربي سبحانه وتعالى مخصها للمؤمنين الله تعالى يجعلنا منهم الخلق تعرف شنو هي النعمة ديال الخلق أوجدك الله من عدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لما قلناش كنا في عدم لا حياء في الدين واش تعرف النعمة اللي ربي سبحانه وتعالى كتب لك اثناء العلاقه ديال الاب ديالك مع الام فاش قذف ديك النطفه الاب في الام تعرف شحال ديال الملايين اقول ديال لي سبيرماتوزويد اللي كيمشيو كيتسابقوا باش يدخلوا في لوفيول بويضه ديال المراه تعرف شحال انت اللي ربي سبحانه وتعالى جابك اصطفاك قال لك اجي انا اخترتك اخرين كلهم الى العدم كلشي مات
وانت ربي سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه الخلق. واش تعرف شنو هي النعمه هذه؟ شوف النعمه ديال الخلق راه هي الى انت قلت الطريق ديال الله راه هي المعنى ديالها انك ستكون من ورثه جنه النعيم. راه ما كنعرفوش القضيه ديال الخلق نعمه عظيمه شي ربي سبحانه وتعالى يخلقك وتمشي في الطريق ديال سيدي ربي وتسال الله سبحانه وتعالى الثبات. معنى هذا بان ربي سبحانه وتعالى سيجعلك من ورثه جنه النعيم وكفى بها نعمه. خلق هذه النعمه الاولى. رزق انت يا كنتي لا شيء كنت انت رضيع. من الذي قبل مره قبل ما تخرج كاع انت في البطن ديال الام ديالك من الذي يسر لك ها سبل الحياه الاسباب ديال الحياه شكون؟ ها الله عطاك واحد الحبل سري وسبحان الله العظيم تبعوا معايا هذا الحبل السري بقات في كل واحد فينا في السره ديالو بقات واحد العلامه. شنو ديك العلامه؟ علاش هذيك العلامه كتذكرك بان ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق كيقول لك ما تخافش من الرزق. كيف انا رزقتك وانت يا مازال في البطن ديال الام ديالك واوجدتك واعطيتك حبلين حبلين من حليب بارد في الصيف ودافئ في الشتاء. شكون اللي ربي يسر داك الحليب؟ شكون؟ ربي سبحانه وتعالى. شوف الرزق يعني النعم ديال سيدي ربي لا تعد ولا تحصى. خلقك من عدم رزقك عطاك ربي سبحانه وتعالى نعمه ديال المال نعمه ديال الاولاد نعمه ديال الصحه معافى معافى من اصبح زيد معافى في بدنه زيد مالكا قوتا. شوف شوف النبي قال لك ماشي بحالنا حنا اللي كنديروا الستوك في الديور ديالنا هي القوت ديال يوم واحد امنا فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. شوف شحال ديال النعم النعمه ديال الامن. شوفوا يا اخوان الكرام اخوان ديالنا اللهم تعالى يفك عليهم هذا الحصار واللهم تعالى يكون لهم وليا ونصيرا ومعينا وظاهرا. صلى الله سبحانه وتعالى ان يرحم المستضعفين في كل مكان. تصور يا اخوان الكرام ترى كتفطر على التمر وكتفطر على هما كيفطروا على الدوي ديال المدافع. تامل معي هذا المنظر ما كيلقاوش حتى الماء باش يشربوا. اخوان ديالنا في بوروبا ما لقاوش الطعام ورغم ذلك ابوا الا ان يصوموا. قالك والو حنا نصومو ما عندهم والو. انت هاد النعم هادي كلها وتبارز الله بالمعاصي ها الا تستحي من خالقك من رازقك يا فين؟ انت دابا يا شي واحد يفتني حنايا مثلا احنا نعطيو مثال بسيط شي واحد عطاك واحد الدار دار فيلا تبرع عليك بالله عليك وصدقوني في الجواب تقدر تغيروا هذا تغيروا بنص كلمة ما تقدرش فما بالك برب العالمين. رب العالمين اللي عطاك ربي سبحانه وتعالى نعم لا تعد ولا تحصى. الله يجعلنا من الشاكرين الحامدين. اذا قلت لي الحمد لله رب العالمين ما نخرجوش منها. وتصور دابا انت تفكر النعم ديال ربي وتحمد الله وسبحان الله العلي العظيم من يكون واحد الامر نفيس وجدا وعقل عليه مزيان ولطيف هذه من لطائف ديال العلماء. كيقول العلماء بان الانسان لا يمكن ان يستوفي حق الحمد وحق الشكر الا في حاله واحده. شكون اللي جاوبني على هذا السؤال وندي معاه واحد الدعوه زينه دابا هادشي كله باش نوضكم راه بان عييتوا شويه الى عييتوا الله يجزيكم بخير قولوها عليا خصنا ان شاء الله الدرس في الصلاه في الصلاه لا ماشي اثناء السجود اثناء السجود كيكون الدعاء مستجاب واقرب ما يكون العبد لربه وهو ناجي اياك نعبد واياك نستعين لا الحمد لله زيد شنو الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم زيد الصراط المستقيم درتي النصف الجواب واخا كنت ندعيو مع هذا المؤمن هذا الله ينورو نبع كل شيء سير الله تعالى يفتح عليكم فتح العارفين بالله الله يجمعنا في الفردوس الاعلى قولوا امين الله يسخرنا في الوليدات تبعوا معايا مزيان يا خويا الكرام امين. الحمد كيقولوا العلماء مثلا تقط واحد التسبيح وتقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما شئت من تسبيح ديال الحمد من ذلك استوفي الحمد ديال الله ولا الشكر ديال الله الا في حاله واحده فوقاش
حينما تكون في الصلاة وأنت تردد قول الله الحمد لله رب العالمين. علاش؟ لأنك دابا هنا ما كتحمدش الله باللسان ديالك. باش كتحمد؟ باللسان ديال من؟ هذا الكلام هذا ديال من؟ كلام الله. أنت كتحمد الله بالكلام ديال الله باللسان ديال الله. يكلمك فالله سبحانه وتعالى هنا اش كيقول؟ حمدني عبدي. إذا إخواني الكرام أظن أن نكتفي بهذا. نزيدوا شوية؟ زيد شوية. شفتكم عيتوا. أنا شوف أنا بغيكم أن الأمور تشدوها. وفي الحصة الجاية غادي نسولكم قبل ما نبدا. عندكم. بغيناك تعاود لنا هذا. نعاودوا إن شاء الله نعاودوا ونوقفوا في هذه النقطة هذه. إذا أول حاجة قلنا إصباغ الوضوء. إصباغ ديال الوضوء على المكاره عنده واحد الفضل عظيم. السلاح ديال المؤمن من جميع تلبيس إبليس ومن الغواية أن يكون متوضئا. أكثر من هذا إنسان فاش يجي ينعس إذا توضى، اسمعوني مزيان، إذا توضى ومشيتي نعستي، ربي سبحانه وتعالى كيوكل واحد الملك ما بين الجلد والثوب كيبقى يدعي معك حتى تفيق. وأكثر من هذا إلى مت في ليلتك مت على الفطرة. صلوا على الحديث. تيكون له الوضوء. الوضوء أكثر من هذا يا إخوة الكرام. ما هو الشيء الذي استحق به بلال بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ الصوت ديال النعل سمعوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال له شنو درتي؟ شنو كدير؟ راني سمعت الصوت ديالك. مرحبا. واحد الاخ جاب واحد البركه ديال الماء، صلى الله سبحانه وتعالى ان يسقيه من السلسله، صلى الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا شربه هنيه من كف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صلى الله سبحانه وتعالى يبارك له في عمره وفي ماله وفي ذريته، والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الخشخشة ديال النعل ديال بلال، قال له شنو كدير يا بلال باش تبوتي هذا المقام؟ والله يخويا الكرام راه عرفتي واحد الامر، انا في الحقيقة كاين شي امور حنا كدوز عندنا مرة الكرام، تعرف باش يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم في عالم الشهادة بالجنة، شي حاجة اللي لا اله الا الله تعالى لا يحرمنا يا مولاي الكريم، قولوا امين لا يحرمنا. قال له يا رسول الله ما كديرش شي حاجه ولكن ما كنتوضا كنصلي واحد جوج ما يعني داكشي اللي يسر لي الله، يعني عمره ما كيبقى ناقض الوضوء، دائما على وضوء. قال له هذه هي اللي رفعت لك المقام ديالك عند الله سبحانه وتعالى، الوضوء. لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اذا الوضوء اخوة الكرام غادي نختم بهذا الامر هذا. مش كنقول لك اخويا الكرام الوضوء الا بقينا فيه يوم وليل ما نستوفيش. انت يا اخي حينما تغسل يداك راه اي حاجه بطشت بها يداك ربي سبحانه وتعالى كيحيدها مع ذاك الماء ديال الوضوء. الفم ديالك اللسان ديالك اللي حنايا كنقيلوا في الغيبه وفي النميمه وفي الاخطاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فاش كدير ديك المضمضه الذنوب كلها كتخرج مع اخر قطره من ماء الوضوء. هذاك الوجه اللي كتغسل، هذاك النظرات، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما كل شيء ربي سبحانه وتعالى يطلع عليه. هذيك النظرة المحرمة ربي سبحانه وتعالى فاش كتوضى ربي سبحانه وتعالى جميع ذوك النظرات ربي سبحانه وتعالى كيغفر لهم. أذنك السمع ديالك داكشي اللي سمع ما حرم الله، مجرد ما كتغسل الأذن ديالك ربي سبحانه وتعالى كيطهرهم. الرجل ديالك أي حاجة مشيتي بها فيما حرم الله ربي سبحانه وتعالى بالوضوء ربي سبحانه وتعالى كيغفر بهم جميع الذنوب. واش هذا ماشي فضل الله سبحانه وتعالى؟ فضل عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون فيتبعون أحسنه. إذا ملخص إصباغ الوضوء زين تكبير بتحقيق ورتلوا قرآن
بترتيب. إذا إن شاء الله نخليه بإذن الله للحصة المقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من كفه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم تعالى اجعلنا من المرابطين، قولوا آمين. اللهم تعالى اجعلنا من الصالحين واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين ومن المحسنين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا يا الله، اجعلنا يا الله، اجعلنا يا الله ممن يقال لهم قوموا مغفورين لكم. اللهم تعالى اجعلنا يا الله، اجعلنا يا الله ممن تؤمنهم من الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم اجعلنا من الآمنين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك أنا الليل وأطراف النهار. اللهم نورنا بنورك الذي لا يخفى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.